وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضحت فاطمة عزيز رستم المدير التنفيذي للعمليات في صادرات البحرين، أوضحت الدور الذي تقوم به شركة صادرات البحرين للترويج للشركات البحرينية عالميا وأثرها على الأسواق الإقليمية والعالمية. طبعا احنا في مساعينا الحثيثة للترويج للمؤسسات القائمة في البحرين والارتقاء بقدراتها لتوسيع نطاق أعمالها وازدهارها في الأسواق الإقليمية والدولية، احنا وظفنا كامل جهودنا لتقديم كافة التسهيلات أمام المؤسسات الوطنية من خلال ابتكار وتطوير حلول تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم الحالية لمواكبة أنظمة وتوجهات أسواق التصدير. وفي هاي الصدد تمكن المصدرين من ترسيخ موضع قدم لهم على الخريطة التجارية العالمية ودخول أسواق إقليمية وعالمية ذات معدلات نمو. والحمد لله هاي الختم يعمل بمثابة بطاقة تعريف لأي شركة تسعى لتحسين إمكانياتها مع عملاء وشركات محتملين في الأسواق العالمية، ويساعدونهم بعقد الصفقات التجارية الدولية وتعطيهم الثقة اللي هم يحتاجونها عشان دي فاينلايز العملية كاملة.